لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا إلى الله عز وجل 3 سنوات سرا واختفاء. في هذه السنوات 3 أسلم 130 ما بين رجل وامرأة. ثم نزل قول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. ونزل قول الله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. فصدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن، وجهر بالصلاة، واستعلن المسلمون بدينهم وإسلامهم، أعلنوا إسلامهم أمام قبائلهم، وقرأوا القرآن جهرا وعلانية، فثارت سائرة قريش، وانفجر بركان الغضب عند قريش، وصبوا حمم غضبهم على المسلمين. حاولوا أن يعيدوا المسلمين إلى الجاهلية، إلى الوثنية، إلى الصنمية، إلى الشرك، وفشلوا بفضل الله عز وجل، فإن الله ثبت المسلمين على هذا الدين الجديد. حاول الكفار أن يردوا المسلمين إلى الجاهلية وفشلوا، لجأوا إلى محاولات وأساليب متعددة، عذبوا المسلمين تعذيبا شديدا، وتفننوا في أنواع التعذيب وفشلوا، ولجأوا إلى أساليب الإشاعات والدعايات والسخرية والاستهزاء والسب والشتم والحرمان وغير ذلك من الأساليب، وفشلوا أيضا
وفكروا في اغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، احتاروا في هذا الدين الجديد، واحتاروا في أتباع هذا الدين الجديد الذين يتمسكون به رغم كل شيء، رغم الاضطهاد والتعذيب والتضييق والتنكيل والحرمان والإيلام والآلام والأوجاع، ولا يرتدوا، لا يفرطون في دينهم وإسلامهم. احتار الكفار في هذا الدين الجديد، حاولوا إيقاف الإسلام وفشلوا، حاولوا في إعادة المسلمين إلى الجاهلية وفشلوا، وتمنوا لو أنهم دخلوا في صدام مسلح مع المسلمين، تمنوا هذا حتى يستأصلوا شأفتهم ويزيلوهم من الوجود تماما، ولكن الله جل في علاه أحكم الحاكمين سبحانه نهى المسلمين عن السلاح ونهى المسلمين عن القتال في هذه الأحوال، لأنهم كانوا قلة وكانوا مستضعفين، فلو لجأوا إلى السلاح ولو لجأوا إلى القتال والصدام لاستؤصلوا تماما. قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قيل للمسلمين لما كانوا في مكة: كفوا أيديكم عن السلاح، كفوا أيديكم عن القتال، عن الحرب والصدام، فيه مفسدة عظمى في هذا التوقيت وفي هذه الحالة. فقيل للمسلمين: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والمسلمون كانوا يشتاقون إلى القتال، يشتاقون إلى السلاح، كانوا متعودين عليه قبل الإسلام، ولكن في الإسلام قيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكانوا يتمنون نزول آيات تسمح لهم بالقتال. قال الله عز وجل: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم، ويقولون لولا نزلت سورة. المسلمون الأوائل كانوا يتمنون سورة، آيات تبيح لهم القتال، ولكن الله نهاهم عن هذا. جاء عبد الرحمن بن عوف وأصحاب له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا نبي الله، قال عبد الرحمن بن عوف: يا نبي الله، كنا أعزة ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أمرت بالعفو، لا تقاتلوا. فلما حولهم الله إلى المدينة أمرهم بالقتال. عبد الرحمن بن عوف عنده عزة، عنده عزة، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، كنا أعزة ونحن مشركون،
القبلية والحمية والجاهلية، قال كنا أعزة لا نقبل الإهانة أو الذلة أو غير ذلك، كنا أعزة ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. قال النبي إني أمرت بالعفو، إني أمرت بالعفو لا تقاتلوا. فلما حولهم الله إلى المدينة أمرهم بالقتال. وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه تعرض له بعض المشركين بالسباب أو الاستهزاء أو السخرية، لما رأوه وهو يصلي فأخذ لحي بعير وضرب به مشركا فأسال له دما. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدام سيشتد بين المسلمين وبين المشركين جمعهم ودخل بهم دار الأرقم ابن أبي الأرقم تفاديا للصدام المسلح، لأن هذا يؤدي لاستئصال المسلمين في هذه المرحلة. المقصود الكفار حاولوا أن يستدرجوا المسلمين لحرب، صدام، قتال، سلاح، حاولوا أن يستدرجوا المسلمين، ولكن الله نهى المسلمين عن القتال في هذه المرحلة. في هذا التوقيت وفي هذه الأجواء وقعت حرب بين فارس والروم. فارس القوة العظمى في ذلك الزمان، وروم القوة العظمى الثانية في هذا الزمان، وانتصر الفرس على الروم في معركة طاحنة. هنا فرح المشركون فرحا شديدا، فرحوا بانتصار الفرس على الروم، وقالوا للمسلمين أنتم أهل كتاب والنصارى الروم أهل كتاب ونحن أميون، وقد انتصر إخواننا الفرس على إخوانكم من أهل الكتاب، ولئن قاتلتمونا لنظهرن عليكم مثلهم. أهل الفرس غلبوا الروم، والفرس ما لهمش كتاب ولا يؤمنون بالبعث، قالوا زينا ليس لنا كتاب ولا نؤمن بالبعث، أما أنتم يا مسلمين فشبهكم شبه الروم، عندهم كتاب ويؤمنون بالبعث واتغلبوا، وانتوا لو قاتلتمونا ستغلبون مثلهم تماما. أشاعوا هذا بين المسلمين، اعتبروا أن هذه سنة تاريخية أو سنة كونية، إن اللي ملوش كتاب يغلب اللي له كتاب، الذي لا يؤمن بالبعث يغلب اللي يؤمن بالبعث. اعتبروا هذه عادة أو سنة سوف تتكرر معهم لو قاتلوا المسلمين، وأشاعوا هذا. المسلمين لو حاربتونا نغلبكم زي ما الفرس غلبوا الروم. إشاعة، دعاية، أساليب، كلها أساليب استخدموها ضد المسلمين في هذا التوقيت. هلو احنا نغلبكم، احنا ننتصر عليكم، انتم مهزومين، علما بان الرسول صلوات ربي وسلامه عليه كان يقول للمسلمين ان الغلب لهذا الدين، وان المستقبل لهذا الدين، وان الظهور والتمكين لهذا الدين. الكفار كانوا يشيعوا عكس كده لحد ما المسلمين رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه بكلام الكفار ان فارس غلبت الروم، لان فارس ملهاش كتاب والروم لهم كتاب، وان لو تكرر الصدام بيننا وبين المشركين بيقولوا هيغلبونا عشان ملهمش كتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الروم سيغلبون، الروم هيغلبوا في حرب قادمة ومعركة قادمة والروم سينتصرون فيها. رجع المسلمين بلغوا الكافرين
إن النبي يقول الروم هيغلبوا في حرب أخرى سينتصر فيها الروم على الفرس. أهل الشرك ذهبوا إلى أبي بكر قالوا يا أبي بكر ألا ترى ما يقول صاحبك؟ شفت صاحبك بيقول إيه؟ الروم هيغلبوا. قال صدق صاحبي، من غير ما يعرف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال صدق صاحبي. وبعدين أبو بكر راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له قالوا لي كذا وقلت لهم كذا، فنزلت الآيات ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. تقول الرواية الآيات دي لما نزلت سيدنا أبو بكر حاضر، خرج أبو بكر يصيح بها في نواحي مكة، كل جهات مكة ذهب إليها أبو بكر يقرأ الآيات ألف لام ميم غلبت الروم وهم من في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، الروم هيغلبوا في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ويقول أبو بكر الكفار المشركين فرحتم بانتصار إخوانكم الفرس على الروم، لا تفرحوا، والله لا يقرن الله أعينكم ولا يغلبن الروم على الفرس، أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فقام إليه أبي بن خلف زعيم الكفار قال كذبت يا أبا فضيل، كنت أبو بكر، كذبت يا أبا فضيل بتقول الروم هيغلبوا، كذبت. قال بل أنت يا عدو الله أكذب. قال أناحبك يعني أقامرك، بعض الروايات أقامرك أراهنك، أجعل 10 قلائص 10 جمال وتجعل 10 قلائص أيضا، 10 جمال مني قصاد 10 جمال منك، فإذا ظهر الروم غلبت تاخدهم كلهم وإذا ظهر الفرس غلبت. قال أبو بكر نعم نعم، قبل هذا الرهان وحط قصاد 10 من الإبل من عنده قصاد 10 من الإبل عند أبي بن خلف. قال أبي اجعل بيننا موعدا، انت قلت بضع سنين حدد. قال لا، البضع ما بين 3 إلى 9. قال لا حدد، فحدد أبو بكر 3 سنوات ان الروم يغلبوا. رجع أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلامه، لامه النبي عتب على البضع من 3 إلى 9 ليه حددت، ولكن استمر الأمر عدد 3 سنين ولم تغلب الروم فرحوا. فعاد أبو بكر إلى أبي بن خلف قال لعلك ندمت، قال لا ولكن جئت أزيد المناحبة إلى 100 من الإبل، 100 كانوا 10 هتغلب الروم، 100 ضد 100. قال نعم. قال أبو بكر إلى 9 سنين من يوم ما بدأنا لحد 9 سنين، وفعلا بعد 9 سنوات وقعت الحرب الثانية وانتصر الروم على الفرس وأسلم عند ذلك ناس كثير من أهل مكة، وبقي ناس أكثر وأكثر لم يسلموا. هنا هذه القصة، هذا حدث في مكة قبل الهجرة، فيه مسائل فيه مواضيع مواقف. الموقف الأول الكفار المشركين كانوا يميلون إلى الفرس، كل ناس يميلوا للي شبههم، عادة الناس كده، عادة الخلق يميل للي شبهه، حتى أصحاب المهنة الواحدة يميلوا لبعض،
أصحاب الشكل الواحد يميلوا لبعض، أصحاب اللون الواحد حتى يميلون إلى بعض، لو سمر يميلوا لبعض، لو بيض يميلوا لبعض، وهكذا أصحاب الزي الواحد، أصحاب المهنة الواحدة، أصحاب البلد الواحد يميلون إلى بعض. كذلك أصحاب الكفر والشرك يميلوا البعض لما يكون سوى بعض. فالكفار لم يكونوا أهل كتاب، كانوا يميلون إلى الفرس ولم يكونوا أهل كتاب. المسلمين أهل كتاب يميلون إلى النصارى لأنهم أهل كتاب. الميول كل واحد بيميل للي شبهه أو أقرب الناس شبها إليه. مسألة ثانية، القمار. هو أبو بكر قبل القمار الرهان؟ لا، الرهان الحرام أو الإمار. الإمار أولا كان هذا قبل نزول الأحكام، لما قبل أبو بكر الرهان أو القمار كان هذا قبل نزول الأحكام الحلال والحرام. ومع هذا نقول الإمار إن واحد يحط مبلغ، واحد تاني يحط قصاد منه مبلغ على سبيل المغامرة أو المخاطرة، محدش عارف هيكسب ولا هيخسر، ينتظر كما يقولون الحظ، حظه هيكسب كله يا يخسر كله. هذا هو القمار، مبني على المخاطرة أو المغامرة. أما أبو بكر ما كانش بيخاطر، ده كان عنده يقين ان كسبان كسبان، مش امار يحط حاجة واللي قصاد منه يحط حاجة ومحدش عارف مين اللي هيغلب. لا، ابو بكر عنده يقين انه سيغلب، عنده يقين بوعد الله، عنده يقين في قول الله عز وجل. ما كانش بيقامر، كانش بيغامر، كانش بيخاطر، ليس عنده شك، كسبان كسبان، كأنه بيستثمر ماله رابح، أحط 10 إبل هيجيله 100، مش مخاطرة مش مغامرة. الإمار مغامرة، واحد بيحط فلوس والتاني بيحط فلوس ويتنافسوا في أي حاجة كده ومحدش عارف مين اللي هيكسب مين اللي هيخسر. إمار مخاطرة مغامرة. أما سيدنا أبو بكر لا، ده حاطط مال وعارف انه كسبان رابح، مش مخاطرة ولا مغامرة، عنده يقين بوعد الله سبحانه وتعالى ولم يتردد. ولما قيل له كذبت يا أبا الفضل قال بل أنت أكذب يا عدو الله. أنا ما كذبتش، لأن النبي اللي أخبرني صلوات ربي وسلامه عليه، والنبي لم يكذب لأن الله هو الذي أخبره، الذي يعلم ما كان وما سيكون سبحانه. الإمار حرام لا يجوز، الميسر أعم من الإمار. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الميسر عام، الإمار نوع من الميسر. في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك، أحط حاجة من معايا أقصد حاجة من معاك، واللي يغلب ياخد كله، اللي يقول كده يتصدق.
ده ربنا حفظ لك أموالك، ارجع في كلامك، كانت هتروح كلها يمكن، تصدق بجزء منها كفارة لما قلت. القمار حرام، والميسر حرام، والرهان حرام، إلا في ثلاث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في ثلاث: خف أو حافر أو نصر. نشان، نتعلم النشان في سبيل الله، نقول اللي هيصيب الهدف الأول له كذا أو ياخد كذا، هذا جائز. في سباق الخيل أو الإبل جائز. أما الرهان في المباريات، يرهنوا مين اللي هياخد الدوري، مين اللي هياخد الكاس، مين اللي هيكسب الماتش، ده الرهان، هذا حرام. كل أنواع الرهان محرمة إلا الثلاث التي ذكرتها منذ قليل. أو الناس يلعبوا، ده يحط حاجة وده يحط حاجة والكسبان يشيل يقش كله، هذا قمار. أو إنه ما يحطوش حاجة بس يتفقوا إن المغلوب هو اللي يحاسب، هذا قمار، قمار. والقمار كله متحرم، مغامرات، مخاطرات، محدش عارف مين هيكسب مين اللي هيخسر، غرر، هذا حرام. أما ما فعله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، كانش على سبيل المغامرة، وكانش عنده مغامرة، كانش بيغامر، ما كانش بيخاطر، لا، ده عنده يقين، ربنا قال الروم هتغلب يبقى الروم هتغلب، الروم هتغلب يبقى هتغلب. قبل التحدي يقينا بالله، تصديقا لوعد الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة. المسألة الثانية تحديد التواريخ، النبوءات. أخطر شيء يقع فيه من يقرؤون في النبوءات تحديد التواريخ، إن يقول النبوءة دي هتحصل في سنة كذا أو بعد كذا سنة. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقع في هذا، قالوا له حدد سنة، قال لهم 6 سنين، في بعض الروايات 3 وبعضها 6. التحديد ربنا أطلقها أن الروم سيغلبون في بضع سنين، والبضع من 3 لـ9، خليها لحد آخرها، حد 9، قول آخرنا 9 سنين. تحديد التواريخ من أخطر الأمور. ثم بيان أن الكفار، أن الكفار كانوا يبحثون عن مبرر لجر المسلمين إلى القتال، عايزين يحاربوا المسلمين، مش عارفوا إزاي، مش عارفين إزاي، عايزين يخلوا المسلمين يشيلوا السلاح، طب شيلوا السلاح، طب حاربونا. لا، ربنا نهى. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، خلاص ربنا قال السلاح لا. سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال كنا عزة في الجاهلية، أيه بس دلوقتي ممنوع تعمل استعمل السلاح، كنت بشيله الأول قبل الإسلام والإيمان، دلوقتي في نهي من الرحيم الرحمن، خلاص مش هشيل سلاح. طب سعد بن أبي وقاص أول ما بدأ يمد يده على الكفار، لا تعالى ابعد، المصالح والمفاسد، رعاية المصالح والمفاسد من مهمات الدين، رعاية المآلات، عواقب الأمور، لو حصل صدام هيوصل لحد فين، يمكن استئصال المسلمين، يبقى بلاش. المآلات، اعتبار المآلات، واعتبار المصالح والمفاسد، وموازين العجز والقوة. لو انت عاجز الآن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بلاش تحارب، حتى لو أنت عزيز قوي عندك الهمة والعزيمة، لا، انظر إلى الكل، انظر إلى المجموع، مش أنت لوحدك اللي هتشيل سلاح. سيدنا عبد الرحمن بن عوف عايز، لا، انظر إلى المجموع، هناك حالة عجز. ميزان القوة لم يبدأ بعد. هذه كلها مسائل هامة نستشفها ونتذكرها من قصة فارس والروم. أسأل الله أن يعز المسلمين في كل مكان،
وأن ينصر المسلمين في كل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كان وأن يقوي شوكة المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعد الهجرة بسنوات بعث رسائل إلى الملوك والأمراء والعظماء يدعوهم إلى الإسلام. أما كسرى فقد مزق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي قال اللهم مزق ملكه. وأما قيصر فأخذ الرسالة ووضعها على رأسي فوق رأسي احتراما لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بحفظها في صندوق لائق. قال النبي ثبت الله ملكه. فرق بين تصرف فارس والروم. ومع هذا، ومع أن الروم أقرب إلينا أهل الكتاب، ومع هذا قام قيصر أو هرقل بالتفكير في غزو المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعد العدة لغزو المدينة، وجاءت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستعد وجهز جيشا كبيرا وخرج لملاقاة الروم في غزوة تبوك في عز الحر. طب انتوا أقرب ده الفرصة ما عملوهاش، ده الفرصة ما عملوهاش. طب انتوا أقرب إلينا، لا عملوها. فكروا في غزو المدينة للقضاء على الإسلام والمسلمين والقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول أن الأذى ممكن يجي لك من أقرب الأقربين ليك، اللي قريب منك ممكن يؤذيك أكثر من اللي بعيد عنك، حتى أكثر من عدوك ممكن. مع أن ربنا وصف النصارى، وصف اليهود والمشركين، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. دي المشاعر. أما المصالح والأحداث والمواقف والوقائع، فإن قيصر حاول أن يغزو المدينة ومن أهل الكتاب غير كسرى للقضاء على الإسلام والمسلمين. أمال نحسبها ازاي؟ اذا كان القريب منك هو اللي هيغزوك وعدوك ما عملش كده، احنا نفكر ازاي في وسط العالم هذا؟ تمسك بثوابت الدين، تمسك بدينك، يكفيك الله شر القريب والبعيد، من تعلم ومن لا تعلم. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ربنا يكفي المسلمين شر القريب وشر البعيد، شر الحبيب وشر البغيض. فيش أمان، فيش أمان. حتى القريب قيصر من أهل الكتاب، اللي المشركين قالوا للنصارى إخوانكم أهل الكتاب زيكم، ده قيصر فكر يغزو المدينة. فيش أمان، لا تعطي أمانا لأحد كائنا من كان على غير دينك، لا تعطي الأمان لأحد كائنا من كان على غير دينك. وإن أظهر لك أنه قريب أو حبيب مش أمان.
هذه الدنيا، هذه أمور الدين، هذه قصة فارس والروم والسؤال. السؤال: هل تعود الروم إلى قوتها العظمى؟ هل تعود فارس إلى قوتها العظمى؟ ولو حصل ده في مستجدات، ده فارس اليوم تنسب نفسها للإسلام، فلو حدث حرب بين فارس والروم مع من نكون ولمن نفرح؟ لو فارس غلبت نفرح، طب لو الروم غلبت نفرح؟ السؤال الأكثر والأدق: وهل يجوز أن ننضم إلى الروم إذا حاربت الفرس؟ وهذا قادم في مستقبل الزمان والسنين، هدنة بين المسلمين والروم وصلح بين المسلمين والروم، ويقاتلون معا عدوا للروم، ويقاتلون معا عدوا للمسلمين. كيف هذا؟ هذا له تفصيل آخر غير هذا الموقف إن شاء الله عز وجل. ولكن قبل أن أختم أرجع إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أرجع إلى أبي بكر صاحب المواقف القوية المشرفة الفاضلة. أبو بكر لما خرج في نواحي مكة يقرأ أوائل سورة الروم في كل حتة، مالش لحد روح انت اقرأ، لا هو اللي هو بنفسه. سيدنا أبو بكر يمشي هنا يقرأ بصوت عالي الآيات، ويمشي هنا يقرأ بصوت عالي الآيات، ويمشي في اتجاه ثالث وفي اتجاه رابع، يصيح يجهر يعلن ويقول للكفار: لا تفرحوا بانتصار إخوانكم من الفرس، لا تفرحوا، والله لا يقرن الله أعينكم، لن تتهنأوا، ستحزنون على إخوانكم من الفرس. يخبرهم بوعد الله، يخبرهم بقول الله عز وجل. فلما قالوا له: اجعل بيننا وبينك شيئا قبل، تصديقا بوعد الله، أبو بكر صاحب المواقف القوية لما قال له أبي بن خلف: كذبت يا أبا فضيل، قال: بل أنت يا عدو الله أكذب. كلام قوي وحاد وعنيف مع الكفار أعداء الله سبحانه وتعالى. وبعدين أبو بكر لما تحققت النبوءة خد المكسب كله، كان حاطط 100 قصاد 100، جاب كله. قال: يا رسول الله هذا السحت، جبت 100، هذا السحت غير تعب مني، ولا ان انا كان في مخاطر تجارة تكسب من غير تعب، تجارة كسبانة. قال: من غير تعب، حطيت 100 جم 200 من غير ما اتعب، هذا السحت. قال النبي: تصدق به. مش عايز تصدق به، هتصدق بهذه الأموال. آخر مسألة: واللي أسلموا في مكة، اللي أسلموا في مكة كتير، واللي ما أسلموش لماذا لم يسلموا؟ ما النبوءة تحققت، اللي النبي قال عليه تحقق، اللي القرآن قال عليه تحقق. ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين هيغلبوا. وتحققت النبوءة وكثير من أهل مكة لم يدخلوا في الإسلام، ويروا كل آية لا يؤمنوا بها. في ناس كده يروا كل آية لا يؤمنوا بها. لو جئتهم بآيات كثيرات عشرات مئات آلاف الآيات لن يؤمنوا
طبع الله على قلوبهم، لم يرد الله أن يهديهم. أسأل الله أن يشرح صدرنا للإسلام والإيمان. اللهم ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا ضالين ولا مضلين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم عجل بفرج المستضعفين من المسلمين، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وأعز المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم قوي شوكة المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا مظلوما إلا أنصفته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا كربا إلا كشفته، ولا هما ولا غما إلا نفسته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا مرفقا. يا مدبر الأمور دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. يا مدبر الأمور دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. يا مدبر الأمور دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا وأساتذتنا ولكل من كان له فضل علينا، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.